خطر خطر بزاف على الاطفال الصغار اللي صغار منا، احنا ما احنا عارفين نخافوا ونطيحوا. فحال صاحبي طاح من هنايا في الصيف، فهمتي؟ ماشي طاحش يطيح على وجهه، طاح على داره والحمد لله حياه وكذا وبخير وما طرا ليه هو. ولكن فهمتي تنشوفوا هنا كاين الاخطار بزاف على الاطفال الصغار، ماشي علينا احنا، احنا راه هانيه كبار، تجي فينا نبراو، تخاف الدري الصغير يطيح ينوض يموت، فهمتي؟ الحياه راهي صغيره دغيا بنادم يمشي على واك. والطريق كتبان لنا الطريق الساحليه كامله نقيه، فهمتي؟ زوينه من هنا حتى لابلاج، من هنا حتى الاقامه الصعبه. ولكن فهمتي كاين هنايا هاد البلاصه هادي، وبحال حدا النوايل حتى هي كاينه واحد البلاصه فيها الزبل، ما حشومه تكون الطريق الساحلية بحال هكا في هاد الازبال وهاد البلايص. البلاصه هادي ملقبه بالعاليه، راه مهدده للسقوط. حنا الناس ولاد البلاد راه ما تنجلسوش فيها، والبراني اكثريه اللي تيدوز من هنا راه تيجي يجلس فيها، ما عرفاش بلي راه مهدده للسقوط. هادي راه خاصنا نحاولوا نصاوب ولا تصلاح ولا دير شي حاجه تسد على الباريال. والطريق هادي راه خطر على الدراري الصغار والناس الكبار وصحاب البيكالاش، المهم راه مزيره بزاف. اللي تيبغي يقطع من هنا تيقطع الشانطي. يعني ان كاين شي بلايص هنا اللي خطيرين، خطيرين دابا عندنا الدراري الصغار، خطيرين عندنا الناس الكبار. يعني خاص هاد الناس هادو يديروا شي حاجز هنا بالاقصى هاد البلاصه، يا اما غادي يردموها واما غادي يديروا شي حاجز اللي يعني يحبس من، يعني يحبس من المخاطر ديال هاد البلاصه هادي. النساء هنا تيجلسوا وتيبقاو ساهين على وليداتهم تيلعبوا، مع تيجي بدا يقدروا يزعقوا من هنا. هنا تيبان لهم غير الربيع خضر تابو تيجيو يجلسوا، مازال كون كانت المسافه ليا بعيده ولا سميتو ماشي مشكل. ثاني عاوتاني كنسحب الدراجات، كنسحب داك التروتيني حتى هما تيكونوا كثار. هذا هما الضرر اللي حاسين به. تيكون داك القريات تيكون احتياط، تيكون الانسان جا كذا عارف راسو، بحال مثلا جيت العكاري داير واحد القريات تما، هذاك مزيان هذاك احتياط. مثلا عاوتاني بحال دابا مثلا الا السيده مسكينه مرة اسبوع هذه طاحت وولادها تما علين تا هما يطيحوا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.